والمرافقين التوجه إلى مستودع الملابس لاستعداد السباق. هو الملتقى الأول إعاقة بعين حرودة، والهدف منه هي كتجربة أولى أنه نخلق واحد العلاقة حميمية ما بين أولا ما بين الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على صعيد المحمدية، وكنت نتمنى مشاركة أيضا جمعيات أخرى من خارج العملات المحمدية، ولكن ربما لظروف لم تسعفهم ما جاوش معنا. ولكن الأهم أننا اليوم نحتفل بالأطفال في ذوي الإعاقة في أول تجربة هنا بعين حرودة، اللي كما قلنا بانها تتخلق غير الادماج داخل الجمعيات اولا وايضا بين الاطفال، وايضا هي فرصه للترفيه ومشاركه الاباء والاولياء الامور مع الاطفال في الفرحه ديالهم لهذا اليوم الرياضي. تقريبا معنا اللي حضروا حاليا حضروا تقريبا واحد ثلاثه الجمعيات، من ضمنهم جمعيات ديال الوحشات الخاصه بعين حروده، وايضا جمعيه ديال تضامن للطفل المعاقد هنا بالمحمديه، وجمعيه اصدقاء الطفل الثلاثي الصبغي بالمحمديه ايضا. وعلى امل انه تيبقى هو اليوم هو مفتوح ايضا حتى لجمعيات اخرى من غير اللي ما عندهاش التخصص ديال الاعاقه، ولكن الاهم كما قلنا انه نديروا واحد الالتفاته لهاد الاطفال ونعطيهم واحد اليوم الاحتفال والفرح ان شاء الله. شكرا لك. الاسم طارق زهود، منسق جمعيه اباء اصدقاء الاطفال في 21 المحمديه. المهم جينا نشارك في هذه المنافسه الرياضيه من اجل ابراز قدرات اللي كيتمتعوا بها الاطفال ذوي الاعاقه الذهنيه، وخاصه الاطفال اللي كيعيشوا واحد الاقصاء الاجتماعي وكيحتهميش بينوا اليوم المؤهلات هادو بينوا الجميع، ان نحاولوا نظره احسانيه اللي كيدير الناس في اتجاه الاطفال هادو، ويقولوا ان الاطفال تما قدوا يندمجوا في المجتمع ديالهم الا فتحنا الابواب تما باش يشاركوا في هذه المنافسات الرياضيه. Let's go!